ألف مبروك لشباب الأهلي دبي، هارد لك لبانياس، فوز مستحق عطفا على الأداء. هذا ما رأيت أنت من الناحية الفنية، كيف رأيت هذا الفوز؟ منذ تغيير المدرب والشباب الأهلي يقدم عروض رائعة جميلة. اليوم ليفانور هدفين رأسيين وأضعوا فرصة كبيرة من الأهداف وتأهلوا للدور الثاني، يعني من المركز الخامس للمركز الثاني بثلاث نقاط بالإضافة للخمسة، يعني شيء رائع. اليوم الأهلي يؤكد شباب الأهلي أنه فريق عازم على المنافسة على كل البطولات السنة هذه. طيب كيف بتشوف الأجانب؟ والله الأجانب ليفانور هذا اللي كانوا راح يستغنوا عنه اليوم سجل هدفين، وأيوفي اللي الحظ معانده لأنه أضع أكثر من فرصة، ولكن ليفانور أعتقد أنقذ الفريق السنة هذه. طيب بالنسبة لبانياس، يعني الخسارة أبعدته، يعني ما كان خرجت عن نطاق حساباته، ربما خارج حساباته. نعم، هو لو كان النتيجة تعادل كان هو حيكون في مركز الوصيف والأهلي بيكون الثالث، لكن يبدو أنه بانياس يعني حير مستواه متذبذب، احيانا يقدم يعني عرض كويس سواء في الدوري او في اليوم الكاس. لم يقدم شيء باستثناء الهجمه الوحيده التي اثمرت. نعم، وحتى الهدف يعني احرزه في الدقيقه 48 كان في وقت كافي انه يعدل النتيجه، لكن بيلعب امام فريق فيه نجوم وفريق قوي، وكانت الهزيمه. نعم.